من على هذه الأسطح تقدر تقول صباح الروقان، صباح الأماكن المميزة الجميلة الهادية اللي ما تسمع فيها الصباح إلا زقزقة العصافير وصوت الديك. احنا اليوم في قرية بلد سيت في ولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، بعد طريق نوعا ما وعر توصل إلى منطقة نسيك. هذا الطريق اللي يوصلك إلى القرية. اليوم جدول مميز برفقة أهالي قرية بلد سيت، لأن بوجود الأهالي راح نشوف التفاصيل كلها الموجودة في هذه القرية الجميلة. استمتعوا معنا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم سعود، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ عساك طيب. عساك طيب. الله يسلمك. الله يحييك. يا اهلا وسهلا. يا هلا فيك والله. قلت لنا علوم اخبار محمد. ماشي للخير. يا اهلا وسهلا. جانبكم ماشي الحمد لله. علوم خبر دار ساكنه. طيب الدار ما شاء الله. اي والله. وش هذه الاطلاله الحلوه؟ ما شاء الله. اول حاجه كيف كان الطريق امس محمد؟ الطريق والله لك عليه شويه ما سهل. كانت شويه متعبه. لكن من توصل تنسى الطريق. ما شاء الله. اي نعم. وش الجدول اليوم؟ محمد اليوم جهز لك جدول دسم. حلو. ان شاء الله بنوقف سياره هناك عند المدرسه. ممتاز. ومن بعدها بنمشي عند هذه الاشجار كامله في الخلف. الان هذه بلد سيت كلها من فوق. هذا كامل بلد سيت مثل ما انت شايف. انا اقول حوش باغني في سيزن ان. طيب هذيك المسطحات الخضراء. المسطحات الخضراء بنوصل بنوصلهن؟ بنوصلهن نعم. يا سلام. بنشوف المزروع هناك معانا. حلو. من بعدها بنرجع من هناك لحد ما نوصل القلعه هذه فوق. فوق الحصن. فوق الحصن هذا. ما شاء الله. بنوقف هناك بنريح بناخذ قهوه. حلو يا سلام. بعدها بنتحرك من هناك لحد ما نوصل هذا الوادي اللي انت شايفنا في الاسفل. جميل. الحين هذا الوادي فيه راح نعمل فعاليه. وش الفعاليات تقريبا؟ الفعاليات راح تكون معنا تسلق صخري. انت بتتسلق؟ انت بتتسلق محمد؟ بعد. ايوه لازم. قدها ان شاء الله بنتسلق. طيب و وان شاء الله بنتسلق بنعمل فعاليه بتجرب شيء جديد اليوم. هذه احد الفعاليات اللي احنا نسويها معانا في البلد. وموجوده دائما؟ موجوده دائما نعم معانا. يا سلام. متحمسين لجدول بلد سيت. الحين الطريق هذا مخلي مباشرة على أساس يوصلك لآخر نقطة في البلدة. بالضبط. ما في طريق ثاني؟ في طريق ثاني لكن ما يوصلك لحد البلد، يوصلك هنا فقط للأماكن القريبة. إن شاء الله. جميل. الحين بندخل بداية الميول. البداية. هذه يا محمد هذه المناطق وهذه المناظر. هذه كلها الآن تقريبا وسط القريه. هذا كله وسط القريه. الحين بنروح على الجهه اليمنى فوق. جميل. والاجواء بعد جميله. الاجواء مثل ما انت شايف مغيم الجو وكل حاجه. انتوا القريه جايه في وسط جبال يعني. أيوة. اتوقع حتى الشمس معاكم فترتها قصيره شوي. يعني تقريبا على الساعه 3 2 ونص الشمس خلاص ما فيها ابدا في البلد ما موجوده. القيادة بروحها في بلد سيت تجربة. أكيد يحتاج لك تكون ذو خبرة. صحيح. ذو معرفة في المناطق الجبلية. وطبعا هي ما توصلها إلا سيارة الدفع الرباعي. أيوه. أنا أتوقع أن من شروط زيارتك لبلد سيت أنك تكون عارف الدروب. أكيد. هذه والطرقات كلها. بالضبط. لأنه ما سهل والله. لازم تكون عندك مهارة في القيادة هنا. وطبعا ما أي سيارة توصل هنا، فقط سيارة الدفع الرباعي. ممتاز. اللي توصل هنا ضروري يعرفوا الناس هذا الشيء. الحين من يقول ان احنا مشينا في هذه السكه الصغيره بالسياره؟ ايوه تقريبا كم مساحتها العرض؟ اعطيها مترين ونص انا ماكسيموم فقط. احنا الحين في قلب المزارع في القريه.
أجواء جميلة وإحنا في عز الظهر، يعني تعتبر القرية من الأماكن اللي أتوقع أنها حتى في الصيف، حتى في الصيف معتدل الجو معها. معتدل. كيف حالكم؟ طيبين؟ حياكم الله. يا مرحبا. نشوف المحاصيل، محاصيل زراعية متنوعة. معنا بطنجان. بذنجان؟ أيوه ما شاء الله. على اليسار الفجل. الفجل أيضا. الجرجير. جرجير. كل الخضروات. علامات مسارنا، هذا مسار، مسار هذا للمشي. للمشي. طلعت من القرى الثانية. جولة جميلة. الحين وين الحصن صار عنا؟ الحين الحصن محمد تلاحظ هذا كمان موجود الحصن. الحين احنا في الجانب الغربي من البلاد. احنا في الجانب الغربي والحصن في النص. والحصن موجود في الوسط. وكنا ساكنين في هذاك النزل. في بيت الضيافة اللي هو يعتبر في الشرق. بالضبط. في شرق القرية. الجولة بين المزارع والأشجار تعطيك طاقة إيجابية قوية. هواء عليل، مزروعات وأعشاب وخضروات وورود تنبت على أرضنا الطيبة. حياة المزارعين وأهالي القرية بسيطة ومختلفة، رضا واضح على وجوههم. باختصار شديد، التجول بين المزارع مختلف تماما عن كل الجولات. عام 2000 ميلادي دخلت الكهرباء لبلد سيت، وتم تطويرها عام 2003. وبلد سيت قرية بسيطة ومبانيها بسيطة، وناسها من أطيب الناس وأكرمهم. السياح دائما موجودين في القرية، قطعوا المسافات لرؤية هذه البلدة الهادية والجميلة بطبيعتها. لمحبي رياضة المشي، ترانا قطعنا مسافة طويلة من المزارع مشيا على الأقدام لحد ما وصلنا لحصن القرية، الكائن وسط القرية وبين كل المسطحات الخضراء الجميلة. ما شاء الله، يعني هذه المسطحات الخضراء من منظر آخر. عمر الحصن أكثر من 800 سنة، وهو عبارة عن برج كان يستخدم للمراقبة والدفاع. وهذا الشيء اللي يميزنا في سلطنتنا الحبيبة، تنوع الارتفاعات والمباني الأثرية والتاريخية، شموخ في الحصون والقلاع والأبراج المعمرة. وبالنسبة لنا كان أجمل موقع لرؤية القرية بدرجة 360. حتى السياح كبار السن جاهدوا نفسهم عشان يوصلوا لأعلى البرج ويشاهدوا. تعرف إحنا الشركة مسجلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. ما شاء الله. اسم الشركة عالم المغامرة. جميل. فيها تأمين لأي شخص يجي معانا للمغامرة. سلام. كلكم عمانيين؟ كلنا عمانيين. نعم. وتستقبلوا الصغار والكبار والذكور والإناث؟ تستقبل جميع الفئات. جميل. حياهم الله. أيوه. كذلك في معانا محل لبيع هذه المعدات. ما شاء الله. حيهم شبيبة. محمد. اخبارك طيب؟ هزاع. ونعم هزاع. شحالك؟ انت صغير كيف تتسلق؟ هذا اصغر متسلق معنا في القرية. ما شاء الله عليه. السلام عليكم. ونعم فيك علي. اخبارك؟ عساك طيب؟ شكرا الله. كيف حالك طيب؟ عديتوا العدة؟ نعم. ما شاء الله. زين انتم تسلقوا بروحكم يا اخي. ممكن نتسلق هذا المسار معنا. ما شاء الله. لو تلاحظي معنا حديد لو اسمه البولت.
من سوى هذا الحديد؟ قلت لي الفريق. هذه اللي سووها الاشخاص اللي هم مهتمين بهذه الرياضه، محبين لهذه الرياضه، اي شخص يجي ويسوي معانا هذه الحديد. انت ترى للان ما واضحه عند الرياضه لحد ما اشوف. الحين ما توضح معك الرياضه ابدا غير لما تجرب وتعيش الشعور. زين جربوا امامي او خل شيء. انا ما اعرف ما اعرف المفاجات اللي بتواجهني في هذا المسار الجبلي، ان شاء الله خير. بسم الله. الحين معانا التسلق الصخري. جميل. في التسلق الصخري نستخدم معدات خاصة. أول حاجة معانا ما يسمى بالهارنس. حلو. الهارنس لو تلاحظ هنا في مكانين للرجول. نعم. رجلك اليمين ورجلك اليسار. نعم. ومكان للخصر. فكيف طريقة لبس هذا؟ تأخذ رجلك اليسار. أيوه. في البداية. ومن ثم رجلك اليمين في الجهة الثانية. ممتاز. وتشده كامل للأعلى. تتأكد دائما ان هذا مشدود. حلو. بالكامل. القطعة الثانية اللي معانا يا محمد اللي هي حذاء التسلق. ممتاز. تلاحظ ان حذاء التسلق مختلف تماما عن الأحذية الرياضية الثانية. صح. في نسبة ميلان. ميلان مختلفة. كذلك الماتيريال او الاشياء اللي مصنوعة منها مختلفة تماما. حلو. بحيث انها تسهل لك تمسك في اي مكان. لو تلاحظ معاي يمسك في حتى في اصغر الشقوق. ما ينزل ابدا. بس هذا يعتمد على اللياقة أيضا. أكيد طبعا. ودائما إنه يكون حذاء التسلق أصغر برقم واحد عن الحذاء اللي نستخدمه في المشي العادي. ممتاز. لو تلاحظ يا محمد هذه القطعة دائما المتسلق يكون في هذه الجهة. أيوة. الحبل ماله. الشخص الثاني اللي يكون هذا صورة اليد اللي هو الشخص اللي بيكون في الأسفل. السيفتي حالك أنت. كيف يعني شخص في الأسفل؟ يعني هذه الرياضة ما يمارسها شخص واحد فقط، يمارسوها شخصين. أها. فما يصير شخص واحد اللي يمارسها. حلو، معلومة مهمة. أيوة. فدائما هذه القطعه تكون موجوده عند الشخص اللي موجود في الاسفل. ممتاز. والحين وصلنا للقطعه رقم 4. هذه عباره عن مغنيسيوم. 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 تلاحظ ان هذا كيس للمغنيسيوم داخل فيه معنا مثل البودره. هذه لها وظيفه خاصه. ايوه. هذا وظيفتها عشان ما تعرق يدك. وانا اظنها بودره. ايوه. هذه فقط لما تطلع تمسك يدينك في الشوك سبحان الله يمكن يدك تعرق. صح. فهذه وظيفتها انها تخلي يدك جافة دائما. ممتاز. محمد الحين تقريبا انت جاهز نسبة 90%. فقط باقي معاك الحذاء. احنا محمد الحين معانا نوعين من التسلق. التسلق الاول ويسمى بالليد كلايمبنج، اللي هو يطلع الشخص الاول يركب الكوكي تروز لحد النهايه. ممتاز. النوع الثاني معانا التبرب، انه الحبل يكون جاهز. فبما انك انت اول مره تجرب معانا. ايوه. راح يكون الحبل جاهز. من بيجهزه؟ انا بجهزه. احنا خلصنا اخر فعالية في بلد سيت، لكن مش اخر فعالية في الحلقة. الفعالية القادمة راح تكون ان شاء الله تعالى في قلب الرستاق، مش فقط في بلد سيت، وهالمرة من السماء.
حياكم الله في فريق رستاق للطيران الشراعي. حياك الله. طبعا بناخذكم جوله في سماء رستاق. جميل. بنعرفكم على الفريق. طبعا تاسس الفريق في 2018 ويتكون من 10 طيارين اساسيين. طبعا معانا اللي هذه هي الترايك ثنائي الركوب، ومعانا اللي هو الطيران المعلق. يوم مميز بكل تفاصيله، من البداية في قرية بلد سيت في ذاك الصباح الجميل اللي شفتوا فيه الأشياء الرائعة. لازم نختم شيء جميل في الرستاق برفقة شباب الرستاق اللي هم متعونا وروونا هذه التفاصيل كلها. هذه التفاصيل كلها ما ممكن كنا نشوفها إلا بوجود شباب الرستاق وبلد سيت بالتحديد. شكرا سعود على كل شيء. عفالك يا محمد، هذا واجبنا، ونحن نرحب بأي شخص يجي معانا لبلاد بلادهم، ومرحبا بالجميع. والنعم فيكم. بارك الله فيك. وإن شاء الله تعالى بنشوفكم في وجهة قادمة بإذن الله، في أمان الكريم.